مكان نفس الطاس ونفس الحمام، نفس الطاس ونفس الحمام ما انحلت. ماجد: السلام عليكم استاذ، انا مواطن من انبار، اعمل سائق تريلر شاحنه. انت رجل اعلامي غني عن التعريف، نحن سواق الشاحنات بالانبار نعاني من مشكله سيطره الصقور التي اصبحت نقمه علينا، سونار الصقور، نبقى يوما من الازدحام، والنوب صار الشحن اللي جاي من الشمال يجي عن طريق سامره زين طريبين، ناخذ على التفتيش وبعدين ندخل سونار البوريشه، سيطره الشهيد احمد صداق، وبعدين سونار الصقور، وبعدين سونار الغزاليه. استاذ هاي المعاناه ما تخلص بيوم يوم، ناهيك عن طريق سيطره الصقور، والله العظيم ما موجود بالكره الارضيه مثلنا. زين ماجد شلونك؟ انت عندكم تريلات؟ اي والله استاذ تريلات سواق شحن. زين كله سونار هذا؟ بالصقور سونار، بسامرة سونار، بسيطرة الشهيد سونار، بالفلوجة سونار، شنو ما تبين؟ ما اي احنا مشكلتنا هي الحكومة تكيل متي يا استاذ. اي هسه اللي يحمل من البصرة، يحمل ويجي من البصرة او المنافذ الايراني يجي ترانزية البغداد قبل للغزالية للسونار مال الغزالية بس. اي بينما احنا اللي جايين من طريبين، اللي جاي من عمان، اللي نقول الخط الدولي هذا مال طريبين، يعني احنا ندخل سونار داخل الحدود العراقيه استاذ، نفس السونارات ذيك ونفس الصياغات مال العمل وضباط وتفتيش ودمار نفس الوضعيه. ندخل سونار ونتفتش وتنزل بضاعتنا ونكشفها ويكون معامله ونطلع. زين زين ناهيك عن السيطرات اللي بالطريق من جاي وين رايح والشايل، هاي السيطرات هاي منتهين منها. زين نروح للسونار مال هو هذا اللي احنا نسميه مال البريش، يعرفونه سواق الشحن، هو سيطره اللواء احمد الصداد الله يرحمه. اي اللي معروفه هي اي هاي السيطره صايره على الطريق الدولي على السريع. اي احنا ما نمر لا داخل مدينه ولا ندخل على الرمادي، لان الرمادي لها مدخلها ولها سونارها الخاص مالها. زين 18 هسه كم سيطره تمرون وكم سونار باختصار؟ هسه انا السائق اللي جاي من الغريب من طريبيل جاي امر باربع سونارات. اربع سونارات اي المشكله هنا السونار اللي جاي تتاخر منها ايش بيها؟ جاي تتاخرون بالسونار لو جاي تدفعونهم بالسونار؟ أي. احنا بالنسبه كل شو ترتيبه، اكثر شيء اللي يدفعون اتاوات اللي جايين من الشمال هسه اللي هم صار الضغط علينا اللي جاي اكد هذا حمل الشمال كله تدري به، هسه الشمال اذا تحمل طابوق من الشمال او بلوف يقول لك هذا ممنوع، فيجيبونهم اسد عتاوات الى ان يرتب الصغور حتى يعبر، ما يقدر ولا هو عنده سيطره الشعب مفتوحه، ليش ما يروح عليه؟ ليش يجي عليه هنا؟ ليش يجي منا؟ ليش؟ يقدر يروح على مال الشعب شي فر، لانه الولد بهاي السيطرات ياخذون ويعبرون. والله اكو كثير هاي الامور موجوده حسب ترتيبه، كل من ترتيبه ومعبرتيه وشرطيه وضابطه وترتيباتهم، هاي هم اللي محمل اللي جاي من الشمال اكثر شيء. والله انا طرايبين منتهي لان معامله رسميه ما عندي اي جدال ولا نقاشيه. هسه المطلوب انت تعطي فلوس من تعبر لو لا؟ لا والله انا مو مشكلة الفلوس، احنا الفلوس هاي انتهينا، هي الدوله نخر بها الفساد. يعني المهم انتم بهاي الاربع سيطرات حتى تبرون تطون؟ ينطون يدفعون، قلت لك حسب البضاعه اللي شايلها وحسب ترتيبك انت، اكو بضائع جايه من سوريا هاي شغلتها كلك، واللي جاي من الشمال شغلتها كلك، بس ما عدا فريدي. لا والله احنا شغلتنا مضبوطه. هسه المطلوب معاناتنا المطلوب معاناتنا استاذ التاخير اللي ما له حل، يوصل الازدحام من سيطره الصقور للفلوجه، قريب الفلوجه مسافه كيلوات او 7 كيلوات، يعني مشكله كبيره هاي، ما صار لنا نعاني من هاي، وناشدنا كثير وحكينا بس ما اعرف سيطره الصقور اللي هم يسمونها معبر، هسه حتى مو سيطره يسمونها معبر هذا. يعني انت والان انت الان ادليت برايك؟ انا ما عندي راي بالقضايا الامنيه. اقول لك انت الان حكيت رايك. أنا ما أقدر أقول بالقضايا الأمنية الدولة شلون تخلي سيطرة 2 3 4، هذا الدولة تقررها. والهاي الاعتراض عليه أنه لما هاي السيطرات تصير تخلب بالناس، هذا واحد. قضية التأخير هي تملل هذا حتى إذا كان السعر ورقي يطلع 3 أوراق. وأنا هذا هاي القضية من أيام العبادي أنا حكيت
العبادي راح، وجا عبد المهدي، وجا الكاظمي، وجا السوداني، والآن نفس الطاس ونفس الحمام، نفس الطاس ونفس الحمام ما انحلت. احنا المن المن نسولف يا حكام يا زعماء يا اخوان، قلت لكم انا ما اتدخل بالقرار الامني، لكن من نصير زين شلون قسمون اربع سونارات، كل حزب اخذ له سونار، هب كل حزب تاعي والله يلا يا اخوي الدوله تسمع. وانا اكرر من ايام العبادي لهسه نفس القصه وما انحلت، نفس القصه وما انحلت.